تشرفنا اليوم بزيارة ديال عامل الإقليم في إطار تفقد المشاريع في إطار تقليص الفوارق المجالية الشق ديال الطرق. ودائما كما دأب الإقليم وعلى رأسه السيد العامل أنه تعطي الأولوية للمناطق النائية على أساس أنه تدخل في استجابة للرؤية ديال جلالة الملك فيما يتعلق بفك العزلة على الضواوير 24000 على المستوى الوطني. وهاد المنتشارة ولا هاد المداشر اللي زرناها اللي تتابع لأيت ميلك وتابع للبلفاع صراحة غادي تفك العزلة على الإقليم، لأنه يعني هاد الجامعات كلها عندها ارتباط، بل أنه هاد الطرق كذلك غادي تفك حتى العزلة على الإقليم ديال تيزنيت بحكم العلاقات اللي كاينه بين هذه المناطق فيما يتعلق بالسير والجولان وفي اطار العلاقات الاجتماعيه بين هذه المناطق. هاد السياسه هذه يعني ان شاء الله قررت انها تفك العزله على كل مناطق الاقليم اللي كما اشرت انه دائما يعطي الاولويه للمناطق المعزوله، المناطق الصعبه الولوج. ومن طبيعة الحال هذه السياسة هذه ديال تقليص الفوارق المجالية وكذلك التدبير الجيد المرتكز على النتائج الهادفة اللي تعتمد الإقليم وخصوصا عامل الإقليم بدا تعطي النتائج ديالو الميدانية وتعطي النتائج ديالو المتوخات على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي وتعزيز البنيات التحتية وكذلك ضمان الاستقرار ديال الساكنة ديال العالم القروي في المناطق ديالها. مهم بعدا غرست هذه يفوق غرس تاري التويس تاري التويس قسبي تاري التويس سرتي فريز ريسيت ميلك. مهم بعدا تغرس استعداد بعدا تيفوق الله يجزيهم بخير كل اللي يشتركين الله يجزي الجماعه ولا السيد العامل ولا المجلس الاقليمي ولا الجهه كل واحد كل نتشكر بارك الله فيهم. تي غرس غلاد بعدا العزلان ستي تفوق تي هي العدد من بنادم غادي الزراين سيت ميلك ولا بيكرا.